بديت غبوحدي وسط لافريك، بغيت غنديرها غي صبري، لا غنديرها وحلت ليك، دفنو ريماتي في قبري، دابا نلقى راسي بعيد، خلي دوك يقولو هبيل، عارف راسي امتى نزيد، وجدي عارف هذا فين، دابا قولي دروك، علاش موسختنا ما كضوش، حلمي جامي دار شي فوط، دابا صلي ليه، تبن هادو مين، صافي غنساليه، ياه، موسيقى بلا كيف، اسمع يا تافيه، كتقول مين جايين، او، السلام عليكم، معكم أيمن. كي اي بيدمان، عمري 18 سنة، كندير موسيقى الراب ار ان بي. بديت موسيقى مي كانت عندي 15-16 عام، بديت الكتابة في 15 عام بالضبط. كنت كنكتب 15 عام دوزتو كامل غير كتابة. جات واحد اللحظة اللي بغيت نسمع داكشي اللي كنكتبو. صافي انا بغيت نسمع داكشي بحال لي زارتيست ونسجلهم بحال لي زارتيست الكبار. كما كنعرف حنا في وجده ما كاينش استوديوات تاع الراب، يعني 100% راب. هذيك هي قلت انا يلا نمشي للاستوديو ديال الراي، واخا ما نقدش نخرج من وجده، واخا بزاف د الحوايج. يعني هذه اليبوك مي كانت في 2016 تقريبا 2015. صافي مشيت للاستوديو ديال الراي. كما كنعرفوا استوديو ديال الراي يعني واخا هو راه استوديو ولكن ديال الراي، يعني ما غاديش يحط لك شي حاجه نتاع الراب. هذيك هي بقيت واخا هكاك بقيت كنتقاتل. 2018 بديت تراكات ديال الراب اوريجينال، الراب 100% في استوديو ديال الراب. 2020 بديت اول البوم ديالي اللي خدمته في نال ستوديو، ديكاس الدراري ديال نال ستوديو والتيم ديالي كامله. بديت الخدمه في نال ستوديو، بديت الالبوم، خرجت اول كليب ديالي في 2020 بالضبط تما باش خرج اول كليب. صافي بديت الخدمه في الالبوم اللي هو Awakening Dreams، واخر البوم ديالي واول البوم اللي ندار يلا في 8 اكتوبر يلا خرج. كانوا فيه دراري اللي هربانين في موسيقى، كانوا فيه دراري اللي قدام هنا في وجده بالضبط. كان فيه ستارسين، كان فيه الطرش، كان فيه رامسيس، كانت فيه واحد الدريه ساطا هانا حتى هي تبارك الله عليها. وكانوا فيه دراري الصراحه بزاف، الحمد لله خرج الالبوم وعجب بزاف الناس، وشكرا كاع الدراري اللي تمزكوا له وكيصيفطوا لي دي ميساج وكيموتيفيوني ودي كومونتيرات حتى هما لعزة الدراري. الفكره بدات كان واحد ولد لا فامي كان يتمزك الراب بزاف، كان عنده واحد لامبي 3، كنت ديما من طلع عنده للدار ومن طلع هكا للدار كنا نتمزك له، كنحيد هذاك الامبي 3 ونتمزك. صافي جات كنت نتمزك بزاف في المسلم، كان داك الام بي 3 اصلا كان المسلم، كنت نتمزك المسلم بزاف حيت انا بديت بالراب مغربي، سمعت اول مره راب مغربي. صافي داك لا كولتور ديال الراب كلشي دخلت لي في الراس، قلت انا خاصني ندير، علاش انا ما نديرش، انا نقد ندير اكثر ونقد نبين اكثر. صافي انا بديت كنكتب، مشيت للستوديو وهي هكا تخرج البوم الحمد لله. بالنسبه لا فامي كان واحد الرياكشن شويه ما كانوش معايا في الخط كما يقولوا، يعني كانوا ضد، ولكن انا من شافوني راسي قاصح وباغي هاد الموسيقى باغيها، فهمتيني، يعني نقد ندير اي حاجه على ودها. صافي قالوا خليوه ونشوفوا في هادشي فين غنوصل. صافي والحمد لله نوصلوا لشي حاجه في هاد الموسيقى، وان شاء الله يكون شي حاجه من القدام. بالنسبه للراب في وجده هما كاينين دراري اللي ناضيين ديال بصح، فهمتيني، يعني دراري كيديروا موسيقى ولاد وجده كاع، اي حي كتلقى فيه الدراري هنا في وجده كتلقى فيه الدراري ناضيين في موسيقى. وبالنسبه زعما كيفاش ما كيوصلوش ولا كيفاش ما كيديروش بلاصتهم، هو صعيب دير بلاصتك هنا في وجده. علاش؟ حيتاش دجا وجده ما كيعرفوش واش هي، واش هو الراب، واش هو الهيب هوب، واش هو بزاف د الحوايج. يعني غير الراي معروف وجده بالراي بشحال هذه، لهذا كتلقى الدراري كيخرجوا برا كازا الرباط باش يقدوا يديروا شي، يوصلوا لشي كاليتي اللي كبيره، ويديروا شي كاليتي اللي كبيره، حتى
هما يديروا بلاصتهم. بالنسبه للفنانه اللي كاينه في الوماي ستار صراحه دوك الفنانه ما كيعطيوش للبوبليك واحد ما كيعطيولهش واحد الامال ولا باش يتعرف عليه اكثر وباش يزيد يتعرف عليها ويعرف عليه بزاف ديال الحوايج. حنا الفنانه خصهم يموت مع الارتيست مع البوبليك ديالو. علاش؟ حيت الفنان بلا بوبليك والو والبوبليك بلا فنان والو. يعني ضروري الفنان خصو يضحي على ود البوبليك ديالو كما كان، يا اما كان في اي دومين في اي مجال. يعني اي واحد يعني دوك المتابعين ديالو وكذا خصهم يضحي عليهم، وماشي خصو باش يتفرج فيه خصو يميزي شحال قدا باش راه بزاف. كنبغي نوجه واحد الرساله للدراري دوجده اللي كيديروا موسيقى بالاخص وحتى اللي كيديروا اي دومين، كنبغي نقول لهم تقاتلوا تقاتلوا، حيتاش ديجا كنعرفوا باللي وجده ما فيهاش بزاف د الحوايج، وجده منسيه كما يقولوا، ولكن حنا غادي نتقاتلوا غنديروا بلاصتنا. وشكرا للدار اللي استضفتني عندي هنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.